وإذا ما قرشين يعني خلاص بده يستحكم كل العالم ولا بده يلاقي له شي تسلاية مقطع فيها وقته. مينو هاد بابا؟ مالك جوز خالتك المحترم. وبركي مو جوز خالتي مالك اللي عمل هيك؟ ولك ما في حدا غيره باينة مثل عين الشمس، لأنه هيك تصرف ما بيعمله إلا واحد فاضي فاضي بنوب. حرام تظلم عمو مالك قبل ما تتأكد. لك مين في غيره لكان؟ مين؟ ألو؟ مرحبا نجيب، كيف صحتك؟ مثل الزفت. أبو رامي حبيبي طول بالك، إذا مشان موضوع السفرة على باريس وقصة الجائزة تبع البرنامج الإذاعي، فالحقيقة إنه أنا اللي كنت. أنت؟ لك أنت شو؟ ليكون أنت صاحب الفكرة الجهنمية الخلابة هي؟ يا عيب الشوم، فعلا يا عيب الشوم. محامي قدك ودلقك وبيوكلوك الناس بقضاياهم وبيلتجؤوا لك وقت الشدة بتعمل هيك عملة. ولك أنا كان آخر شغلة أتوقعها منك إنك تطلع خفيف لهالدرجة. فعلا ما كان العشاء، بس وينك؟ لازم واحد بهالزمان ما يثق بحدا بنوب، لأنه الكل صاروا تحت الشبهات. بس وينك؟ أنا ما راح أسكت وما راح مرق هالمقلب بسلام. ولك هالمقلب هاد ثمنه غالي كتير، لأنه مو نجيب فهمي يلي بيسكت على هالضيم. حتى لو اضطرني الأمر إني أقدم فيك شكوى مسلكية قدام النقابة بحقك يا محامي يا حلال القضايا المستعصية.